نصيحتي لأولياء الأمور والطلبة في روسيا، الأحسن إن ابنك يرجع، الأحسن إن حضرتك أيها الطالب ترجع بلدك، مش فورا ولكن يعني بعد أسبوع 10 أيام، لأن في عقوبات جديدة أمريكية جاية، ممكن تكون منها منع طيران الدولي، فهتلاقي الدنيا مقفولة برا وبحرا، وبعد كده هتتقفل برا كمان، لأن القوات الأمريكية مخططة إن هي تقفل المنفذ الجنوبي اللي هو عند جورجيا، وفنلندا قفلت من عندها، فهتلاقي العبور البري تقريبا اتقفل من كل النواحي، مش هتخرج إلا من كازاخستان اللي هتوقفك وتمنعك، وأوزبكستان والحاجات اللي هي المنطقة الجنوبية، والصين طبعا مش هتدخلك، فيعني حتى بريا هتكون الموضوع شبه مستحيل. فعلشان المنافذ ما تتقفلش ويلحق ابنك يخرج قبل ما تحصل أي حاجة وحشة، نصيحتي إنكوا تخرجوا ولادكوا أيها الطالب، حاول تسافر، بلاش تسافر فورا علشان التذاكر غالية جدا، ممكن يبقى فيه تكدس، وممكن يبقى فيه مساءلات، مثلا أنت خارج ليه، ماشي ليه، مش وراك دراسة، يعني ممكن في الجوازات يبقى بعض الأسئلة أو بعض التوقيفات، ده جزء ممكن يحصل، ولكن خد وقتك، أسبوع 10 أيام، خد تذكرة كويسة على طيران كويس، ما تستعجلش ما تستربعش، أي حاجة وحشة مش هتحصل قبل مثلا يوم 27 26 اكتوبر حاجه زي كده، فقبل حاجه 20 اكتوبر ان شاء الله لازم، ما دام قررت هتسافر يبقى تسافر، ونصيحتي هي ترك روسيا، لان الامور مش هقول لك وحشه قوي، هي حلوه لحد دلوقتي، الدنيا مبسوطين مفيش مشاكل، ولكن مين كان يتخيل ان كورونا فيروس تضرب العالم بالمنظر ده؟ مين كان يتخيل الحرب الاوكرانيه؟ مين كان يتخيل ان في 4 مدن تنضم لروسيا من اوكرانيا؟ مين كان يتخيل اللي حصل للاوكران والطلبه العرب في اوكرانيا؟ ما كانش حاجه متخيله، فالمفاجآت لازم نكون مستعد لها، نشمها من بعيد، فانا وجهه نظري ان التصعيدات الاخيره والتعبئه الجزئيه وكل الكلام ده مؤشر وبدايه لشيء ما، والشيء ما ده على الاقل خليك في امان في بلدك، لو الدنيا استقرت بعد 2 3 شهور ولا حاجه ارجع. تقول لي الجامعه والدراسه بدات بقى لها شهر وبتاع، معلش على عيني وعلى راسي، ولكن الدراسه لما تحصل مشاكل هتتوقف، والسكن الجامعي هيبقى للعمل العسكري، هتسخر للعمل العسكري، وممكن الطلبه العرب او الاجانب تسخر للجان الشعبيه لحمايه المدينه، حتى لو كانوا في سيبيريا، حتى لو كانوا قرب الصين، حتى لو كانوا قرب منغوليا، حتى لو كانوا في فلاديفاستوك. كلامي خلص ونصيحتي هي دي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.